بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، يوم جديد ولقاء جدد من برنامجكم ساعه صبحيه. صباح الخير والبركه والسعاده والامل والعباده وكل شيء جميل يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ثم يرضي حضراتكم جميعا كما اعتدتم ان شاء الله. عندنا المزيد من الفقرات المتنوعه التي ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم، لكن قبل ما نعرف عندنا ايه النهارده في البرنامج خلوني ارحب بزميلتي وصديقتي مها اللي بتشاركني في تقديم البرنامج كل يوم اربعه. برحب بك يا مها وتحياتي. مرحب بك يا عاصم، صباح الخير عليك، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ان شاء الله يوم جميل ونهار سعيد باذن الله، تستفيدوا معانا بكل ما هو جديد من موضوعات وفقرات ان شاء الله. من نعم ربنا سبحانه وتعالى الكبيره جدا جدا على كل انسان هي نعمه الصحه. الصحه من النعم المهمه اللي لازم كل واحد يقدر ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بيها، ويحاول بقدر المستطاع انه يحافظ عليها بشتى الطرق. الواحد لما بيكون الحمد لله صحته كويسه، ما بيعانيش من اي امراض او مشاكل صحيه، ما بيبقاش مدرك قوي قيمه النعمه دي، ما بيحسش بقيمتها الا الانسان اللي بيعاني من مرض معين او عنده مشكله صحيه يعني صحيح. الى حد ما. عشان كده احنا لازم بقدر المستطاع نحاول ان احنا نحافظ على صحتنا بشتى الطرق. من اهم الوسائل للحفاظ على الصحه هي التغذيه السليمه. ازاي يكون عندنا ثقافه الغذاء النظيف، ثقافه الغذاء الجيد، ثقافه الغذاء المفيد لاجسامنا ولصحتنا. شويه احنا كمجتمع عندنا في مصر بنعتاد ان احنا ناكل اكلات كتيره ممكن مليئه بالدسم، ممكن يكون لها اضرار صحيه مختلفه، اكلات مجهوله المصدر، ما نعرفش هي جايه منين. الفاست فود والاكلات السريعه اللي بقينا بنقبل عليها بشكل كبير، حتى الاطفال والشباب يعني في الجامعات حتى بنشوف كلهم بيقبلوا على الفاست فود والاكلات السريعه اللي بتبقى مشبعه بنسبه عاليه جدا من الدهون، القيمه الغذائيه فيها ما بتكونش قد كده، مش عارفين اتعملت ازاي او تم طهيها ازاي. ولذلك لابد يكون عندنا نوع من تغيير هذه الثقافه، ونبدا نعرف ازاي ناكل كويس، نختار الاكل ازاي، مصدره منين. ويمكن الاطفال تحديدا يا عاصم محتاجين ان احنا نركز معاهم قوي على الجزئيه دي، لان هم لسه في مرحله بناء لصحتهم ولجسمهم، لازم نراعي نوع الطعام او الغذاء اللي بيتناوله الاطفال. صحيح، هي اغلبيتنا بيهمل في حقه في نفسه، حقه في صحته، حقه ان هو يحافظ على الصحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك امانه. كتير مننا بيعلق ده الظروف، ان الواحد ما عندوش وقت انه ياكل اكل بيتي او اكل كويس او ايا كان من هذه الانواع الماكولات اللي للاسف مليئه بالمسرطنات. يعني ناس تقول لي ما تبالغش، المسرطنات ايه اللي بتبقى موجوده في هذه الاكلات؟ فعلا اغلب اكلات الفاست فود، ومش ده تقريري انا ولا انا اللي بقول كده، ده اغلب التقرير والاحصائيات العالميه طبقا لمنظومه الصحه العالميه والكثير برضو من التقارير المتعلقه بالصحه، اشارت واكدت ان اغلب الفاست فود، الاكلات السريعه والاكلات اللي هي المجمده والاكلات كمان اللي حضرتك بتاخدها من على الطريق وما بتكونش مضمونه، بتسبب اغلب المشاكل اللي ملهاش حل للاسف. بتكون صحه حضرتك في تدهور تام. ناس بتقول لي مفيش حاجه مفيهاش حل دلوقتي مع العلم، كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في حاجه ممكن تحافظ على صحتك من الاساس. احنا ظروفنا صعبه، كل واحد مثلا بيشتغل اكتر من شغلانه شغلانتين، فبالتالي ما بيقدرش مثلا ياكل في البيت عشان خاطر بيقضي اغلب وقته في الشغل، فده طبعا مش معناه ان حضرتك تهمل في حق صحتك وحق نفسك. على فكره انت ممكن تحط سندوتشين معاك في الشنطه. اقول لحضراتكم، يمكن انا كنت متابع شويه التقارير بتاعت الصحف العالميه الفتره اللي فاتت، فدراسه بما ان احنا بنتكلم عن الصحه، اكدت اغلب الناس اللي هي بتعمل لاوقات عمل تفوق الثمان ساعات بتاخد سندوتشات معاها من البيت، سندوتشات صحيه، وده بره، اللي هي اصلا صحاب المحلات اللي اخترعوا الفاست فود نفسهم بياكلوا اكلات صحيه من بيوتهم. ودلوقتي الاتجاه حتى بره المطاعم اللي بتحوي اكلات صحيه. ناس كتير عندها وجهه نظر في هذا الموضوع، المطاعم اللي بتحوي اكلات صحيه، طب ما ايه هتختلف ايه عن المطاعم الثانيه؟ طيب عايز اقول لحضرتك، خلاص خلي عندك كده نظام ممكن تمشي بيه في حياتك. ممكن انك انت طالما بتشتغل اكتر من 8 ساعات تجيب سندوتشات، حاول تنوع بقدر الامكان في اكلاتك، يكون مثلا السلطه الخضراء متغلغله في كل اكلاتك سواء فطار غدا عشاء، لان طبعا ليها دور مهم جدا، بتحاول على قدر الامكان بتضغي على الجانب اللي فيه مشاكل في بعض الاكلات زي الفاست فود وغيرها. نيجي بقى للاطفال، واعتقد الام احيانا تحديدا، مع احترامي طبعا لكل الامهات، بتخطا خطا كبير في اللانش بوكس او صندوق الطعام اللي بتحطه لابنها عشان يروح المدرسه. ابعدوا عن الشيبسيات وابعدوا عن المواد الحافظه والمعلبات. حضرتك عندك ممكن تشتري عيش بالليل، وتشتري جبنه، تشتري مربى، تشتري حلاوه، تعملي بطاطس عندك في البيت تقليها حضرتك، وتعملي السندوتشات دي وتحطها في اللانش بوكس بتاع ابنك. بلاش بقى الشيبسيات بتاعت بره والكرواسون بتاع بره والحاجات اللي هي للاسف ما
مليانه مواد حافظه في وقت ان ابنك محتاج كل حاجه طبيعيه فيه، انت كده بتدمري جهاز المناعه عند ابن حضرتك. فده نصيحه لاولياء الامور، مش هنخسر حاجه ان احنا نعمل لهم اكل بيتي، اكل نظيف مطمئنين عليه، بحيث ان هم ما نعودهمش، لان حضرتك انت هتعود ابنك من دلوقتي على انك انت تشتري الحاجات المعلبات من بره، فبالتاكيد من تلقاء نفسه هياخد المصروف بتاعه هتلاقيه بيجيب هذه الحاجات. فحاول تخلي الحاجات بتاعت بره دي غريبه بالنسبه لابنك، ربي ابنك على كده وقول له ما تلجاش للحاجه دي الا للضروره القصوى، يا ريت حتى ما تلجالهاش في الضرورة القصوى، حفاظا على صحة حضراتكم. يا ريت كل واحد فينا كمان، بما ان احنا بنتكلم عن الصحة يا مها، اهتم بصحتك واعمل شيك اب او فحوصات، مش هقول لحضرتك كل ست شهور ولا كل سنة، حتى كل سنتين. كل سنتين روح اطمن على نفسك. اي نعم التحاليل بتبقى غالية، بس على فكرة برضو المستشفيات الحكومية وفرت ده. شاركوا في الحملة اللي بتتبناها وزارة الصحة اللي هي الخاصة بالكشف عن فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مش هنخسر حاجة لما نطمن على صحتنا، لأن حضرتك بتقول لي مش فاضي والمشاكل والوقت والعمل وظروف العمل، ما هو الصحة بتاعت حضرتك هي اللي بتخليك تعمل، هي اللي بتجيب لحضرتك فلوس تمشي بيها بيتك وتصرف بيها على أولادك. هي كمان مش رفاهية على فكرة، صحيح. يعني في ناس بتتخيل إن الواحد يروح يعمل تشيك أب كده ويكشف على نفسه كل فترة، ده حد بقى إيه فاضي وما روش حاجة فبيروح كل شوية يعمل تحاليل أو موسوس شوية، يعني إيه بيخاف على نفسه بزيادة. لو الدماغ الصعبة اللي يقول لك أنا هروح للدكتور عشان يقول لي عندي مشاكل، يا سيدي خلينا انا كده مرتاح، خليه على الله كل حاجه، صحيح. انما بالله يعني كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم ان احنا يعني نتابع او نطمن على نفسنا، ده مش عيب ومش رفاهيه ومش صحيح. مش منظره، يعني الواحد بيتمنظر ان هو بيروح للدكتور او بيخاف على نفسه، خليه على الله فعلا، ولكن ونعم بالله سبحانه وتعالى. ولكن ربك قال لك ولا تلقوا بانفسكم في التهلكه، يعني حافظ على نفسك شويه، اهتم بصحتك، خلي عندك كده جانب من الاهتمام. اتمنى يا رب ان احنا ينعم على ربنا علينا ربنا سبحانه وتعالى بكامل الصحه وبكامل العافيه، ما يكونش عندنا اي مشاكل. صباح الفل على حضراتكم، نسمع حلوه يا بلدي ونرجع نكمل معاكم على طول.